بالنسبة للأخوات اللي عندهم مشكل ديال رائحة التعرق، دكتور هيماد، شنو هي المادة الطبيعية اللي ممكن تنصحنا بها؟ نعم، فهنا غادي نستعملوا المسك الطبيعي، ديال المسك الطبيعي مدقوق، ناخذوه مع القصغرة لأنه كيكون غالي شوية، مع القصغرة ديال المسك مدقوق، جوج معالق كبار ديال زيت الزعتر، زيت طبيعي ديال الزعتر ماشي الروح، وزيت طبيعي ديال الخسامة ثلاثة ديال المعالق كبار، المسك مدقوق معلقة صغيرة، زيت الزعتر جوج معالق كبار، وزيت الخزامة ثلاثة معالق كبار، غتخلطوهم مزيان حتى يتخلطوا بلا ما ديروا في حمام مريم لأن المسك كيدوب في الزيت، كنخلطوهم وكتوليو بهذا الخليط كدهنوا تحت الإبط، وكذلك في الأرجل ديالكم قبل ما تلبسوا الأحذية ديالكم كدهنوه وكتخليوه حتى كينشف، فهذا كيكون كمضاد للفطريات لأنها كتلق ديك الغازات اللي كتعطي عندك الرائحة الكريهة، وكذلك مرطب للبشرة وبطريقة آمنة.